نروح سريع المنتخب الوطني. المهندس إيهاب ليطة المشرف على المنتخب الوطني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة. باشمهندس مساء الخير. ألو باشمهندس إيهاب مساء الخير. كابتن سيف ازيك اخبارك؟ اخبارك يا بوب وحشني. ايوه انت كمان والله بقالك كتير مشفتكش. عامل ايه كله تمام؟ الحمد لله يا سيف الحمد طبعا لله. طبعا مركز مع المنتخب وحاطط ايدك. والله لا يعني ما هو الحمد لله كل الامور ماشيه على تمام يا كابتن سيف. الواحد بيحاول على قد ما يقدر يعني يعمل حاجه للبلد ومنتخب مصر ان شاء الله في الفتره اللي جايه. انت من ساعه ما دخلت قصه المنتخب دي قلبت وطني. يعني دايما الواحد محتاج يعمل حاجه لبلده، عايزين نعمل حاجه لبلد كده يعني. يمكن يا كابتن سيف انا كنتها قبل كده قلتها معاك برضو، يمكن الحاجتين دول الواحد يعني اشتغلنا في كاس العالم 2009 والنهارده ان شاء الله مع المنتخب الوطني، بحس ان هي دي حاجه مباشره على طول لمصر. يعني لما اكون برضو مع منتخب البلد دي حاجه صعبه طبعا. وشعور الواحد فعلا حاسس بيه ان الناس محتاجه تفرح، وكره القدم يمكن بالنسبه للشعوب وبالاخص الشعب المصري محتاجين ناس تفرح بيها يعني. انت ايهاب حمل تقيل يا سيف، حمل تقيل طبعا. انت مرتب وشاطر يعني بتهندل القصه بشكل كويس، وتبقى النتيجه بقى ربنا يعني يكرمكم بيها ان شاء الله باذن الله. يعني الحمد لله الامور ماشيه تمام يا كابتن سيف وربنا يوفقنا، ماتشين صعبين يعني ان شاء الله باذن الله. طمني بقى على سفريه نيجيريا، هل بالفعل خلاص انهيت اجراءات الطياره الخاصه والموضوع خلص؟ بالنسبه للطياره الخاصه خلاص انهيت شبه تماما، خلاص العقد اتبعت النهارده، هيتمدي ان شاء الله يوم الاحد الساعه 11 مع شركه مصر للطيران. كان في بعض الخلاف النقاط بس في السداد بالقيمه الدولار او بالجنيه المصري، الحمد لله مصر للطيران مشكوره وافقوا على السداد بالجنيه المصري. اتحاد الكوره متكفل بجزء الشركه الراعي من خلال بنك سعيد متكفل بالباقي، الشيكات جاهزه خلاص يعني امور الحمد لله. احنا ان شاء الله هنكون مسافرين يوم 23 الساعه 4 مساء ان شاء الله، على اساس ان يكون في تمرين الصبح وتوصل على طول على المبيت في كادونا وتتمرن تمرين 24 و25 على طول بعد المباراه، يكون لينا بالتوفيق فيها رب على مطار بلوج العرب مباشره يعني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ايهاب برضو معلش يعني هاخدك في حته تانية برضو بنتكلم فيها الحقيقه بقالنا يومين، وكان معايا الحاج محمود الشامي والمهندس احمد مجاهد في نفس الموضوع. بالنسبه للشركه الراعيه، هل في بنود في كاس مصر او في عقد كاس مصر مختلطه ما بين الشركه الراعيه وما بين شركه صاحبه حقوق التسويق في كاس مصر؟ في ده حاجه تانية غير منتخب مصر يا كابتن. ما انا خدتك من هنا لهنا بقى، ما انا هستغل وجودك معايا يعني. هترجعني تاني هنا ولا هتسيبني في كاس مصر؟ مش سامع يا معلش. بقول لك هترجعني لمنتخب مصر تاني ولا هتسيبني عند كاس مصر؟ لا هرجعك ما تقلقش، انت جيت معايا سيب لي نفسك. لا بالنسبه لكاس مصر في فعلا في نقطه فيها يعني زي ما بيقولوا تعارض في الحقوق ما بين شركه تيلي سيرف اللي هي واخده البث الفضائي، لما اقول البث الفضائي اللي واخده البث الفضائي لمباراه كاس مصر، لكن في جزء بتاع اللقاءات الصحفيه في خلال المباراه هنا اللي فيها تعارض تمام. ويعني ربنا يسهل ما يكونش ان شاء الله في المباريات. يعني العقد واضح بتاع البرزنتيشن وحقهم طبعا، وعقد بتاع تيلي سيرف حقهم واضح جدا، هو بس فضائي فقط، لكن دي الامور ان شاء الله هتتحل يعني هتتحل ان شاء الله. هي محرجه شويه هاب ان دايما كان اتحاد الكوره بيحاول يحل الخناقه ما بين حقوق الانديه وحقوق الاتحاد، فدلوقتي الامور بتبقى ليه يعني عملنا خناقه من لا خناقه النهارده ان انا ببيع لشركتين والحقوق بتشبك. طبعا موافق يا كابتن سيف، موافق جدا، بس يمكن انا بقى يعني مش عايز اقول ان انا ما كنتش متابع جيدا حته موضوع الكراسه، فما كنتش حطيت يعني زي ما بيقولوا حطيت ايد فيها شويه، لكن فيها تعارض يا كابتن سيف، فيها تعارض. طيب هرجع تاني للمنتخب، متابعيكم بقى للنني ومحمد صلاح وكوكا مديه شويه للجهاز الفني حاله طمانينه، يعني احنا عارفين ان الكره المصريه الفتره اللي فاتت الحقيقه المستوى متذبذب طالع نازل، ولكن الثلاثه اللي عندنا بره اللي شغالين ما شاء الله بشكل قوي جدا، هل ده مدي ثقه شويه للجهاز الفني؟ طبعا مدي ثقه، وبرده بعد اذنك يا كابتن سيف وفي برده تريزيجيه موجود في الصوره، في عمرو ورده في الصوره على طول في الدوري اليوناني، في اربعه خمسه بنتكلم برده لسه، نعم لسه الاختيار ما تمش على كام واحد محترف من الخارج، لكن اعتقد في المجموعه كلها الخمسه سته دول ماشيين بمستوى جيد جدا. ويمكن الراجل كان قال كده في كذا مؤتمر صحفي ان هو عينه طبعا على المحترفين
كل اسبوع بيتابع مبارياتهم. احنا على طول عندنا الحصر بلعبهم، بعد بالمشاركه بالاهداف دي كلها بنتابعها على طول معاهم. والدوري المحلي، يمكن الدوري المحلي فيه زي ما انت قلت فيه تذبذب شويه في المستوى، لكن بصفه عامه الامور كويسه يعني الحمد لله. يعني الحمد لله المجموعه دايما بيختارها بحدود 30 40 لعيب، هو ده دايما ده الهيكل بتاعه اللي ماشي بيه، فهيكون الاختيار ما بين ال 30 لعيب هم الموجودين في الصوره عنده. يعني هل يا ايهاب هترجعوا بالطياره الخاصه على مطار القاهره ولا مطار برج العرب؟ لا انا قلت لك كابتن سيف هنرجع طول بعد المباراه على مطار برج العرب، على مطار برج العرب على طول من كادونا لبرج العرب، فدي هتوصل متاخر شويه مساء بعد المباراه، بس مش مهم يعني انت برضو استفدت باليوم. الطيران العادي من ابوجا او ليجوس على مطار القاهره بتقوم الساعه 2 3 الظهر، يعني توصل الساعه 8 9 بالليل ان شاء الله القاهره، فبالتالي بعد ما تاخد الكيس بتاع برج العرب هتخش على الساعه 12 واحده، ده ثاني يوم يا كابتن سيف، يعني انت بتتكلم في يوم 26، فالاحسن تبيت يوم 25 في المعسكر بتاعك في اسكندريه، تبتدي يوم 26 بدل ما هضيع من يوم سفر. في برضه نقطه كتسيف برضه الناس برضه بيبص لها، ما خلاص في فرق اربع خمس ايام مريحه شويه، هي مش كده، هي برضه انت بتبص لها على المحترفين، لما تبص على الاجنده بتاعت المحترفين هتلاقي في ناس بتخلص 19 و20 وفي ناس هتوصل 21. لو انا سافرت بالطيران العادي يعني المفروض اسافر 22 وفي لعيبه واصله 21، يعني اصلا مش هيتمرنوا معاك، هتوصل 22 وهناك الملاعب مش على المستوى الجيد انك تقدر تعمل حاجه مع المحترفين او حاجه مع المجموعه كلها، يتدربوا تمرينه جامده، ترجع 26 يعني تتمرن 27، فتلاقي المحصله في ماتشين مهمين زي دول تمرينتين ثلاثه بالكثير. فهو ده اللي هو كان التفكير برضه في الطيران الخاص، عشان كده ان كنت تدي راحه للمحترفين يتمرنوا مرتين في القاهره ومره هناك مرتين ثلاثه في اسكندريه، فبالتالي في شغل كويس من الناحيه الفنيه. حد من المحترفين هيجي لك على نيجيريا على طول يا ايهاب؟ لا لا لا، كله جاي على القاهره ان شاء الله، ما انا قلت لك بيجوا ان شاء الله من يوم 19 ليوم 20 21، من الثلاث ايام دول اللي هيوصلوا فيهم تباعا يعني. متفائل؟ قلقان يا كابتن سيف، يعني قلقان. الواحد انا بكلمك بصراحه في الفتره اللي فاتت الحمد لله يعني الواحد مأدي دور كويس جدا، عامل شغل متهيألي معقول جدا من الناحيه الاداريه، الناحيه الفنيه الناس ملتزمه جدا بيتابعوا عايزين يعملوا حاجه زي ما قلت لك في اول مكالمه للبلد دي. يعني يمكن برضو انا يعني يمكن الراجل اهلاوي كذا مره، انا راجل مش مصري، انا راجل اجنبي ومش مصري، لكن عايز اعمل حاجه للبلد دي تمام. فدي برضو تدي احساس الناس كلها برضو اللعيبه تبتدي ان شاء الله اقصى حاجه عندها، ماتشين مهمين جدا، ماتشين انت عندك ثلاث دورات ما بتتأهلش لأفريقيا، النهارده إن شاء الله الماتشين دول هيدوك طمأنينة شوية إنك تتأهل وأنت في شهر ثلاثة، لسه عندك لغاية شهر تسعة، فتديك ست أشهر من الوقت تفكر في تصفيات كأس العالم، تمام؟ اللي هو رفع كأس العالم 24/6، فهي دي النقطة، إن يعني أنت لسه عندك ماتشين تانيين تنزانيا وتشات في القاهرة تنزانيا هناك، لكن أنت لو بتتكلم ككرة صح عايز تخلص في شهر ثلاثة، تبقى مستريح في شهر ثلاثة، أنت عندك ستة بونت، لو تقدر تستفيد بالستة بونت اللي جايين دول بأي عدد منهم كويس يساعدك على ستة بونت يبقى خلاص، يبقى أنت كده تعتبر تأهلك. فعشان كده الواحد عايز يعمل حاجة إن شاء الله في خلال الماتشين دول، وربنا يوفق اللعيبة، يعني زي ما قلت لك كل واحد عامل دوره، اللعيبة برضه بمنتهى الأمانة مش ببالغ، يمكن المعسكر اللي فات اللي كان مباراة بتاع بوركينا فاسو التزام تام، كان كابتن عصام الحضري، حسام غالي، اللعيبه كلها عايزين يعملوا حاجه للبلد دي ان شاء الله. هل استاذ جمال علام هو رئيس البعثه؟ كابتن حسن فريد موجود، كابتن هاني ابو ريده؟ لا، هو كابتن حسن فريد هو رئيس البعثه، وكابتن هاني طبعا كان مشرف معاه على فريق، هيكون متواجد طبعا ان شاء الله في كادونا معانا على الطائره ان شاء الله. تاني معلش ما سمعتكش يا تاني، ممكن كابتن حسن ان شاء الله هو الرئيس البعثه، كابتن حسن فريد هو رئيس البعثه، وان شاء الله كابتن هاني هو المشرف العام على الفريق هيكون موجود برضه معانا فيه. والاستاذ جمال علام برضه موجود ولا مش موجود؟ لسه ما اكدش عليه سفره الى نيجيريا، لكن هم دول مؤكدين، حسن فريد وكابتن هاني فريد. ان شاء الله ربنا يوفقك يا ايهاب ان شاء الله باذن الله، ومزيد من النجاح كده مع المنتخب الوطني، وكل دعواتنا للمنتخب ان شاء الله للقائين الجايين. بشكرك شكرا جزيلا المهندس ايهاب لهيطه، عضو مجلس اداره اتحاد الكره والمشرف على المنتخب الاول. الحقيقه ايهاب لهيطه من الشخصيات المحترمه جدا والشخصيات المرتبه
بشكل كبير جدا جدا، ويعني كل دعوات المصريين في اللقاءين القادمين، لقاء نيجيريا رايح جاي، مهمين جدا في فتره قصيره جدا، ولكن يعني في تفاؤل ان شاء الله باذن الله. يعني اللعيبه تكون عند حسن الظن، اللعيبه بتاعتنا اللي بره شغاله بشكل قوي جدا جدا جدا، اتمنى لهم ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. دي تمرينه قبل ما يسافروا هم الشناوي والشناوي، وبينهم الحضري العنيد.